فيما حمل عدد من المواطنين الحكومة مسؤولية إيجاد حل لمشكلة العقارات الآيلة للسقوط والمقدرة بعشرات الآلاف في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدين على ضرورة توفير مسكن بديل لقاطني هذه المنازل. المفروض ان الحكومة نفسها تدعمنا وتدور على الشيء اللي هو يكون يعني يرحموا الناس دي. الناس دي عايزة ترحم، فالناس مش لاقية، الناس النهاردة الناس تعبانة. انا البيت عندي يعتبر قايل للسقوط، وعشان ماليش مكان تاني ان انا اقعد فيه اضطرينا ان احنا نرمم البيت، وكان في عمود مكسور في البيت واضطرينا ان احنا نرممه وما كناش عارفين نقعد فيه. فالمفروض الحكومة توفر لنا سبيل للموضوع ده، وان اماكن للشباب، اماكن للغير مقتدر. حكومة هي اللي عندها الكلام كله، مش الناس. الناس غلابة، الناس هتقعد لغاية لما البيت يقع عليها ويعملوا ايه، مش هيطلعوا. لكن لو الحكومة اتحركت، الحكومة يا ريت تتحرك وتشوف الناس. الناس غلابة كتير. اللي زي دي لما بيصدر امر ازالة لبيوت عيلة للسقوط لازم بيبقى موجود ليها بديل طبعا للسكان اللي هتخلي الحاجات، اما غير كده يبقى حرام، وينكسوها يشوفوا لها اي حل. ولازم الحكومة تتحرك، لان طبعا ارواح الناس دي حاجة مش قليلة يعني. طبعا ده اغلى حاجة طبعا يعتبر الانسان في اي دولة في الدنيا. لو فيها ذرة احترام صغير للبني ادم لازم كان طبعا يبصوا للناس بعين الاعتبار، وكان لازم يشوف حل للموضوع ده بجذر.